لو شفته اطلع من المية بسرعة، واوعى تفكر تجذبه ليك، يعني لا تلمس حاجة بتلمع ولا تعمل اي حاجة غريبة في المية. جدل كبير بعد ظهور القرش ماكو على شواطئ الغردقة، لكن مين هو القرش ماكو وازاي تتعامل معاه؟ حالة من القلق على سوشيال ميديا الساعات اللي فاتت بعد ظهور القرش ماكو على سواحل مدينة الغردقة. ماكو سجل ظهوره الجديد قدام جزيرة ابو منقار، وهي الجزيرة الاقرب لساحل الغردقة والاشهر من بين سكانها وخصوصا المحل. كانت محطة الوصول للصيد ما بين شاطئ المدينة واللي حواليها. القرش ماكو من أخطر أنواع أسماك القرش بمياه البحر الأحمر بعد قرش التايجر، وليه سجل بحالات هجوم على البشر. كمان بيعتبر من النوع صاحب الزعنفة القصيرة، وليه أنف مدببة وشقوق خيشومية طويلة، وكمان بتتعرف بلون ظهرها الأزرق الغامق والرمادي، ده بالإضافة كمان لجوانبه الزرقاء المعدنية الفاتحة وسطحه سفلي أبيض اللون. بيصل طول القرش ماكو 14 قدم، بيعيش أكثر من 30 سنة، لكنه لا يتكاثر لمدة 8 سنوات، وبتصل دورته الإنجابية لمدة 3 سنوات وفترة حمل 18 شهر. شكله اسطواني، ديله ممدود بشكل عمودي للمساعدة في نمط الحياة. بيتغذى بشكل رئيسي على رأسيات الأرجل والماكريل والتونة وخنازير البحر. كمان بيعتبر أسرع أنواع سمك القرش، وسجلت سرعته 40 كيلومتر في الساعة. قرش ماكو بتظهر في المياه العميقة وشباك الصيادين المتواجدين في أعماق البحار. بيصل وزن الإناث منه حوالي 570 كيلوغرام. كمان في نوعين من أنواع قرش ماكو، قرش ماكو قصير الزعانف وقرش ماكو طويل الزعانف. بيعيش قرش ماكو في المياه المعتدلة الحرارة، بيتواجد بكثافة في المحيط الهادي والأطلنطي والهندي وفي البحر الأحمر والأبيض المتوسط. طب إزاي تتعامل معاه لو شفته؟ في مجموعة من التعليمات لازم تلتزم بيها علشان ما تعرضش نفسك للضرر ولا يصيبك أي أذى بسبب القرش، وده في حالة إنك شفته قدامك. يبقى لازم تاخد بالك من التعليمات دي. أولاً تبعد عن أي ممارسات من شأنها اجتذاب أسماك القرش أو أي أسماك أخرى، أو قد تؤدي لتعريض حياة السائحين للخطر. كمان ما تعمليش أي سنوركلينج، وما تفكرش إن المياه هي حمام بيتكم وتعمل زي الناس. اوعى تعمل كده. قدام القرش لازم تتخلص من مخلفات الصرف الصحي السائلة بالمياه وبنطاق مواقع الغوص والأنشطة البحرية. كمان كان في تعليمات أصدرتها محميات البحر الأحمر، وقالت إنه لازم يتم إقامة أبراج لا يتم ارتفاعها عن 5 أمتار عن سطح المياه لمراقبة الشواطئ. ضروري توفير لانش إنقاذ سريع أمام كل قرية سياحية مع توفير كافة الإسعافات الأولية المطلوبة. حذرت كمان المحميات من السباحة في الأماكن المفتوحة في أوقات الصباح الباكر وأوقات غروب الشمس، وتجنب لمس الأشياء اللامعة أثناء السباحة، والخروج سريعا من مياه البحر في حالة الإصابة بجرح أو نزيف. وقالت كمان المحميات ضرورة الالتزام بالاعتبارات الفنية واعتبارات وتعليمات السلامة والأمان الصادق إعدادها بمعرفة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بشأن أسماك القرش.